أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى نعم النصير، وفرارك ربنا إليك المصير، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح إني أعلم ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح،
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تكن مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن إن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفحشاء والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ومن عاد فأولئك أصحاب النار ومن النساء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما
واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا فاحشة إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه وعزيز والله عزيز ذو انتقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرد الله فتنته ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونكم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متاع في الدنيا
متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان من المغرقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءه قومه يهرعون إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم
وحفظناها من كل شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمد منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى أمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مغفرة ورزق كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن
أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا واعلم ما يخفين من زينتهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل بين الله من بعد إكراههن غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت إن متعناهم سنين
إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون تسعة رهط يفسدون تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أفتاتون الفاحشة أفتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أعوذ بالله أفتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والقائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن ذلكم كان عند الله عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بين مريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض كالفجار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبينك حجاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد راودته عن ضيفه فطمسنا أعينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أعوذ بالله من الشيطان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لمغرمون لمغرمون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضرب بينهم بسور محرومون بل نحن محرومون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضرب بينهم بسور له باب 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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أعوذ بالله اللعنة إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اصعق كل عاشق من الجان في الجسد اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزاني وزانية ومتمسك وساكن بالعورات ومتمسك وساكن بالعورات اللهم اجعل الأجساد عليهم نارا اللهم لا تجعل له في جسد مؤمن ولا مؤمنة مكانا ولا قرارا اللهم احرق وجهه وعورته اللهم اعمهم وخذ بصارهم فلا يرهم وخذ اسماعهم فلا يسمعون أصرهم اللهم اعمهم وخذ بصارهم فلا يرهم وخذ اسماعهم فلا يسمعون أصواتهم اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا وفكروا اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزناة في الدنيا والآخرة اللهم فاحفظنا من كل زان وزانية اللهم اقتربوا اللهم اصعق واصرع من جاء في غفلة أو نوم أو دورة اللهم اجعل لهم حافظا من عندك من أذى العاشق الزاني اللهم اقطع شهوتهم اللهم أذهب عقولهم اللهم ابتلهم بالآفات والعاهات
اللهم ابتلهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية اللهم شل حركتهم كلها وقطع أنفاسهم اللهم إنك وإن أقدرتهم فلا تمكنهم منا اللهم اسلبهم قوتهم كلها اللهم اربطهم عن كل مسلم ومسلمة اللهم سلط عليهم من ملائكتك وجندك من يقيم عليهم حد الجلاد أو الرجم أنت الذي قلت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اللهم سلط عليهم اللهم سلط عليهم من يقتلوهم ويذبحوهم اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها واسمك الأعظم وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذ هذا الخبيث والخبيثة أخذ عزيز مقتدر يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لعبيدك وإمائك منهم ويقدرون به على لذا اللهم دمر حصونهم التي يتحصنون بها في الأجساد اللهم احرقهم أينما تنقلوا واختبأوا وتركزوا لعبيدك وإمائك في الأجساد اللهم احرق من تركز في الأرحام اللهم احرق من تركز في العورات والأرحام والمبايض
اللهم احرق من تركز في الرأس والوجه والعيون والصدور والظهور والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة. اللهم دافع عنا اللهم دافع عن عبيدك وإمائك، فنعم المولى أنت ونعم النصير ونعم النصير. أنت الذي قلت إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللهم فسلسلهم عنهم واحرقهم بشهاب واحرقهم بشهاب كلما دنوا واقتربوا إنك سميع الدعاء اللهم قطع شهوتهم ولا تتم لهم عملهم اللهم قذف قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا اللهم اهلك كل جبار عنيد ربنا تقبل دعاء. اللهم اقطع شهوتهم ولا تتم لهم عملهم اللهم قذف قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا اللهم اهلك كل جبار عنيد ربنا تقبل دعاء. ربنا إنا مغلوبون فانصرنا اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون اللهم اجعل بينهم اللهم إنا نسألك بالذكر الذي نذكرك به وبكل عمل صالح تقبلته منا أن تمدنا بمسلحة من ملائكتك يذبون ويدافعون عنا فلا يستطيعون إلينا سبيلا اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك أسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن السماوات والأرض من شر كل طارق وعاشق
من شر كل طارق وعاشق. اللهم احفظنا بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أليس الله بكاف عبده؟ اللهم فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أما اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا مضطرون إليك، ولا ملجأ لنا ولا ملجأ لنا ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا، ولا رب لنا سواك، ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا. اللهم يا قريب، اللهم يا قريب، يا مجيب يا مجيب، يا ناصر المظلوم وإن كان كافرا، يا مجيب يا ناصر المظلوم، يا ناصر المظلوم وإن كان كافرا. انصرنا فإنا نوحدك، فإنا نوحدك ونمجدك ونركع ونسجد ونقوم، ونقوم بأمرك ما استطعنا، فلا تردنا بعد هذا الدعاء خائبون، ولا تشمت بنا الأعداء. اللهم من خاب من دعاك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دعوناك كما أمرتنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب منا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من كل خبيث وخبيثة، أن تحفظنا من كل خبيث وخبيثة مسلما كان أو كافرا، إنك على كل شيء حفيظ. الرحمن الرحيم.